بسم الله. شوف النهاردة مع بعض موقع يخليك تعمل عرض تقديمي كويس، أو يخليك تعمل فيديو أو مقدمة فيلم بطريقة سهلة وبسيطة زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. الموقع اسمه بوتون BOWTOON.com. بيديني بعض الأشكال السريعة، ممكن أقول له أي شكل فيهم أنا عايز أشوفه، ولو عجبني أقول له إديت وأبدأ أعدل فيه. بدخل هنا بلاقي ان هو عبارة عن شرايح، كل شريحة فيهم تقدر تدخل تعدل الاسم، تعدل الشكل، تعدل اللون، تحط حاجة جديدة. يعني ممكن تيجي هنا مثلا الشريحة ديت وتبدأ تعدل الصورة، تشيل الصورة تحط صورة تانية، تعدل الباك جراوند، تكتب غير التكست، تكتب اللي انت عايزه وتعمل مؤثرات. تمام، وتقول له انا عايز اتفرج على الشكل ده هيبقى عامل ازاي. وتقدر تضيف عناصر اوبجكت وجرافيكس وصوت وايمج زي ما انت عايز. اي حاجه انت عايزها تضيفها بتقول له ايمج وتروح تضيف اللي انت عايزه، وبعد كده بتقول له انا عايز اعمل بابلش او اكسبورت. في بعض الحاجات ببلاش، يعني لو انت عايز تحطها على اليوتيوب ببلاش، عايز تحطها على الفيوم ببلاش، عايز تنزلها بي دي اف ينفع، انما الباوربوينت او الام بي 4 ده بيبقى بفلوس، يبقى لازم لك حساب.